أنا بصراحة سيدي كنت أزور قبر أمي وما لي علاقة بأي شيء ثاني. بس الحارس شافك تحفر يم واحد من القبور. ها الحارس يا صديق بصراحة كنت أوزع ورد على قبور الموتى. وكيس الأدوية الإكسباير اللي لقيناه؟ كيس؟ شنو هاي؟ سيدي أنا ما لي علاقة بأي شيء. عوف كيس الأدوية على صفحة. ليش ما تحكي لي عن نشاط الشيخ صبحي؟ عن فرح؟ عن أبو فرح؟ أبو فرح بصراحة كان يزورني تقرباً إلى الله وكان بنفس الوقت يستمع الحديث عن الصالحين. صبح الأقرع؟ نعم سيدي. عندي أدلة توديك للقاضي قبل، خليك متعاون. بصراحة سيدي أنا هذا كل اللي أعرفه، وبصراحة أنا ما أقدر كل شيء أحكي، أريد محامي. سمعوني زيان بابا، احنا هسه دنمر بمرحلة جديدة، احنا عندنا بضاعة جديدة احنا اللي سويناها، اوكي؟ اريد تشدون حيلكم، راح يصير عندكم فلوس، راح تشترون بيوت، واحنا راح نعطيكم، فهموني باشا. طير الخطة وإحنا جاهزين. زعبور هسه الوضع مختلف والناس هم مختلفة. سمعوني بابا، سمعوني وركزوا وياي. الناس اللي راح تبيعوا لهم هم بعض المدراء العامين، ذولا أصحاب كيف لأن فلوسهم واية، واللي عندهم مشاريع ثقال يسموها المشاريع الاقتصادية الثقيلة، وبعض من الفنانين والأشقيائية مال المناطق الشعبية. افتهمتوني هسه؟ فهمنا استاذ. انطلقوا.